خلاف بسيط تحول لجريمة ابتزاز في مصر. راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر. نيرة هي فتاة تدرس الطب البيطري بجامعة العريش، قررت أن تنهي حياتها بسبب ابتزاز زملائها لها. فما الذي حدث بالتفصيل معها وأصبحت حديثة مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأيضا تصدر اسمها منصة إكس تحت هاشتاج حق طالبة العريش. مشاهدينا، تبنى مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي روايتين. الأولى تتحدث عن مشادة بين نيرة وأحدى صديقاتها المقيمة معها في سكن الطالبات. التقطت لها الأخيرة صورة من دون أن تعرف وهي في دورة المياه، ثم أرسلتها إلى طلاب ذكور وبدأوا في تداول الصور وفي ابتزاز نيرة. الرواية الأخرى تقول أن صديقتها حصلت على صور خاصة من هاتف نيرة. بغض النظر عن أي قصة هي الصحيحة، فالنتيجة واحدة: لم تتمكن نيرة من تحمل الضغط الشديد الذي تعرضت له بسبب زملائها، وقامت بتناول مواد سامة. نيرة وصلت للمستشفى مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، نبضها ضعيف، وللأسف فشلت محاولات إنقاذها وفارقت الحياة. صور متداولة لمحادثة على واتساب تشير إلى طرح أحد الطلاب استفتاء يطلب التصويت على طرح الصورة من دون تحديد هوية صاحب هذه الصورة. البعض يقول أنها كانت سبباً أخيراً في تزايد الضغوط على نيرة التي لم تتحملها، وخوفاً من الفضيحة أكيد قررت التخلص من كل الضغوط بالانتحار وإنهاء حياتها بشكل مؤسف.